شيماء، انت بتعرفي قديش انا بحبك ومعك بكل شيء بتساوي، الا هي مالك حق. يعني هيك انت رح تخربي بيتك؟ بتعرفي لعمي ابو نزير ما بيهون عليه، عقله صعب. بعرف يا خبرة، والله بعرف انه صعب وصعب كتير. لك انا مستعدة لبي كل طلباته واوامره، الا بهي انا ما بقدر اسكت عن الظلم، مستحيل اسكت. روقي روقي، راح اعمل فنجان قهوة ونحكي على رواق. تسلم ايديك يا خبرة. يلا لا يوفقك. يلا فوت خبى جوا بسرعة، مثل ما فهمتك تحرك. لكن الآخر، نحن ما قدمنا شكوى، وابني لن خطف ولا نقتل. ابني كان عم يلعب بالبساتين، راح البيت المهجور وحرقوه ومات بالدفنية. غير هيك كلام معي؟ لا، أنا عندي غير هالكلام. أنا اللي شفت نادر بالبساتين مخطوف ومربط. نادر نقتل قدام عيني، حرقوا ابن الحرام. أنتي مشان الله بكفي بس، خلاص. لك أختي، لك أختي، شو هالحكي هاد؟ ارحمي بقى، ما هو مثل ابنك وبتحبيه. لأنه مثل ابني بدي أخذ حقه، بدي القاتل هلأ أشوفه بين إيدي لحتى نتفه بسناني بسناني. بدي القاتل، جيبوني القاتل لحتى روحه لنادر ترتاح. لك أختي، لك أختي، شو هالحكي البلا تعبني هاد؟ فوت أخذ 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 على البيت، خلي ترتاح بقى، ترتاح وتريحنا. يلا أختي، فوتي أختي، جاولي القاتل، ريح نادر. بإيدي التنتين سحبته من النار، فكرته عايش. طلعت مسلمه، طلعت مسلمه. مالي درياني، مالي درياني انه خالص الولد ابو عفيف. عندي حكي لازم احكيه، وقت بدك تسمعه اني انا جاهزه. على عيني يا اختي، على عيني. بامرك. يا عمي فوتي يا عمتي، فوتي. اخ يا نادر، اسودت الدنيا بعيوني يا عمري انت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالحرمة هاي؟ والله اختي رجال بتضل حرمة، وبينقصها الحكمة والخبرة. أصلا ما بصير طول لحالها على البساتين بدون ما تخبر أخوها. إي نعم، الله يسامحها، عرضت حالها للخطر وشلشتنا كلياتنا، ويا ريتها جابت نتيجة. حتى لو اجت بنتيجة، اللي عملته غلط لسه ما بنعرف شو صار معها. الله يحمل معهم يا جماعة، مصيبتهم كبيرة. قولوا الله لا يمتحنا. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أخي هلأ تأخر الوقت، بكرة من عبكرة الصبح بنظبط تيجان ومنغريون. بس الغري سخن وكلهم كمتاج، يعني من هون ليخلص الدوام بتكون خلصتهم. أنا الدوام عندي خلاص، رايي غسل إيدي وروح على البيت. مروان، هذا اللي عم تعمله ما بيجوز. بعدين لا تفكر اني ماني شايفك، كل يوم قبل الدوام ساعة وساعتين عم تملص. مزبوط هالحكي، بس لا تقول عم املص، لانه عرفان شو عم اعمل ومالي خايف من اللي عم اعمله. لك هي ورشة جدك، يعني ورشتك. لا اخي، مو ورشتي، هي ورشة جدك لحاله، ونحن شقفة صنايعية عنده وبس. لك هنحلل المال اللي عم تاخده مروان افندي. المال قلت لي، سمعان اخوك شو عم يحكي؟ المال، والله اللي بيسمعك بيصدق انه عم ناخذ مال قارون هون. اخي نحن معلمين بهي الورشة، ومو اي معلمين، نحن جماعة بتلف ايدينا بالحرير عند الناس اللي بتقدر. بس عن جدك لا، لانه بعدنا بغوير وبدنا تعلمي. لك تعرف شو اصغر عامل بهي الورشة؟ خميسيتي قد خميسيتي. على اي مال عم تحكي؟ لك اخي عم نشتغل باللقمة اللي عم نزهرما. ايه بس نحن رضينا. لا اخي لا، مو صحيح. نحن خلقنا ولقينا هذا العرف ماشي علينا. ايه بس بصالحنا مهمول، لا تقلي لا. والله يا اخي انا اللي شايفه العكس. لك إذا جدك بيعمل لي معاملة أي حدا غريب بهي الورشة، قسما بالله إلك علي لفيق من شاشات الضوء لآخر الليل وطحمة الحمار بهي الورشة. هلأ كل واحد على شغله، مو وقته هاد الحكي. أي مزبوط، مو وقته، لا هلأ ولا بعدين. تعرف ليش؟ لأنه جدك ما بده غيره لهاد العرف. يصير؟ أنا ما راح أزعل منك إذا رحت شكيتني لجدك، لأني بعرفك مصدق لهي الكذبة. سلام. بس وصلت على الكراكون
ببعت لكم حدا يستلم الجثة. ايه فهمنا. وبودك انه ما اتأخر عليك يا ابو جمال، وحقك على راسي من فوق. ما بتقصر يا ابو عفيف، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. الله يخلي لي اياكم. وبس تعافت الست شيماء. ليك انا اختي ما بفوت على الكركون بنوبها. ايش وعلي؟ انا براسي بيجي لهون، وقدره ومآمل الخانم محفوظين، بس انت وجمال وكل اللي كانوا موجودين بدي اشوفكم بالكركون. ماشي. لو الولد ميت وعمته ايديها محروقين يا لطيف. ايوه، وانت منين جبت هذا الحكي؟ واحد صاحبي كان معه بجمال، وهندي كانوا عم يدوروا على الولا. وعرفوا مين قتلوا الولد؟ والله عم فكر، وهيك عم فوت على بخي، لك مين هالابن الحرام يلي عمل هالعملة؟ ايوه، على اساس ولاد الحلال ما بيعملوا هيك عملة. روينا ناجي، كلمة وبتنقال. خد لك سيجارة هلا لفيتها. مو جاي على بالي. قل لي ناجي، انت لمين تشتري التتون كل كم يوم؟ انا كم مرة قلت لك تسد بوزك وما تتدخل بشغلة ما بتخصها؟ افشل لي قلبي وقل لي. يلا باخذهم للجن يلي بلمستي. بتمون زيك. سلمون ناجي تتون. كان لازم عمتي تقلنا انه رايحة على البساتين وما تروح لحالها. ما كان لازم تتركوها تروح لحالها. ما تزعل منها لك ابني، عمتها غلبتها عطفتها كله هذا مشان اخوك. العمى وصلنا كانت نص ميتة وفجأة فزت وصارت تعيط وتصرخ ناح الرجال، هذا صح؟ لك فتحتنا بالحارة. ولك هي عملت هيك من خوفها مو مشان تفضحنا. شو جمال؟ من شوي ما كان عاجبك تصرفها. ايه مو عاجبني، بس مو لدرجة انك تحكي عليها. مفيد انتبه، ها هي عمتي وشرفي، زين كلامك. مفيد افندي، هي راحت على الموت برجليها مشان تجيب ابن اخوها، وهي حرمي، حرمي بميت رجال، ولو كان في رجال كانوا رموا حالهم قبلها على الموت وما اضطرينا نسمع صوتها. خاطرك جمال. الله معك عمي. دربي سد ما يرد. ايدك يا بي. امشي يا ابن وفال. عمرك معلم. شف بس فهمني يا بي، هاي القطيعة لقيمتا؟ ليوم الدين. وإذا وعدتك بحياتي ما عاد أطلع على المرساح؟ لا تحملني جميلة، ولا أنت ما عاد تطلع على المرساح لأنه ما عم يطعميك خبز أنت وعيلتك. يا بي كلامك فيه منه، بس يشهد علي ربي إني بدي رضاك. لك شلون بدي أرضى عليك وأنت ابن مغضوب؟ كسرت الإيد اللي انمدت لك. يا بي أنا عيني شافت وإني سمعت، ما بحسن خون ضميري وشها شهادة تزور قدام القاضي. لولا شهادتك يا وسيخ كانت شيماء خدامة تحت رجلي. يا بي خالتي شيماء ما بتقعد تحت رجلين حدا، وانت بتعرف هذا الشيء. يا بي الله يخلينا ياك، لا تحملني ذنب طلاقكم. انا كنت بدي طلاقها حتى لو ما انت شدت، بس شهادتك ما خلتني كسر لراسها. ليكك بعدك رايدها. اضرب يا بي، إذا هذا الشيء بيريحك اضرب. أنت بتمون على الرقبة، والله لا يحرمني منك. بالنهاية المحبة نعمة مو شغلة بنستحي منها. هذا حكي مرسح ولعي تشخيص. اوعى تخليني اشوفك مرة تانية. نلع من هون ولك. نلع. لك حاجة مفيد، بوس ايدك اتركني بحالي. لسه عمتك راحت، عمتك اجت وبعدين. عم كذب انا، عم بخترق قصص من اعلي لانه، ولا هي الحقيقة؟ لكان في حربة بتطلع على البساتين لتدور لحالها.
رجعنا لك حس فيي انا اخي ميت مقتول مقتول. انت متجوزني الي ولا متجوز عمتي؟ انا متزوج سمعت العيله كلها. وسمعت العيله صارت بالاراضي لانه راحت دورت عليه؟ عمتك لهلا ما حدا سمع منها شيء ولا حدا بيعرف شو صار معها، بس اللي بيخطف ولد وبيقتله ما بنعرف شو ممكن يعمل بحرمه. لك ولي على عمتي انت وين راح عليك؟ لك بلا علاق، بدل ما قاعدة عم تاخدي وتعطي معي روحي سكتيها لعمتك، إذا كان صاير شي بلا فضايح، ولا تخليني أفكر بشي ما بيرضيكي جميلة. عم تهددني بالطلاق؟ لك إيه، كل شي بينحمل إلا العار. لك الله لا يوفقك. أبو جمال عذبنا كتير لحتى اقتنع يبعت جثة ابنه مع أبو عفيف. وشو استفادوا يعني؟ لا انكشف المجرم ولا تحاسب. والله ما بعرف. وشيماء شو قالت بالتحقيق؟ لهلا ما حققوا معه، اصلا ما حكيت ولا حرف من وقت الحادثه. والله قصه بتحط العقل بالكف. لقوها غايبه عن الوعي وما حدا بيعرف شو صاير معها. بجوز لا قدر الله يكون. لا تكمل قبل ما تخوض باعراض الناس. حاسب حالك. وعلى شو بدي حاسب حالي يا بي؟ شو على شو؟ أنت اليوم قللت أدب وغلطت بحقي. أنا يا بي؟ أنت من أول ما فتنا لعند المختار استلمت الحديث ولك أني أنا موجود، ويا ريتك حكيت شي حكي له قيمة، كله شروي غروي قطش ولحش. يمكن الحق معك يا بي، لا تواخذني كرمال الله. هات إيدك لبوسة. لا حاجتك بقى حاجة تسلبها. شو مفكرني ببو تضحك على علاتي؟ روح من خلقتي يا بي كرمال الله. عمل لك روح من خلقتي. روح شنوت خسرت بلتك لك روح كرمال الله يا بي كرمال الله. انا ماني عرفان شلون بدي ارضيك. ان سكتت ما بيعجبك، وان حكيت كمان ما بيعجبك. ان تركتك تتصرف بتقلي قصرت، وان تصرفت انا قبلك بتقلي استعجلت. ابي بوس ايدك، انا شلون بدي ارضيك؟ هات ايدك يا كلي. شو بدي ارضيك انا؟ لك بتروم من خلتي ولا بناولك مخمس بخربط لك وشك؟ روم من خلتي. لا امرك يا ابي. موال انت على راسي من فوق من فوق. امرك. الله لا يسامحه، الله لا يسامحه. ليش واقفة هون انت وياها؟ فوتوا على اوضتكم. بس بدي أعرف شو هالذنب الكبير اللي عملته لحتى يبهدلك قدام الكناين والولاد. أبي معذور وبيمون، ومو عيب إش كان بهدلني قدام ولادي وكنايني. ماشي معذور وبيمون، شو هو عذره؟ شيماء حصرة بقلبه، وأنا كمان غلطت. فكرت عقله رح يقبل بعيد الشر يكون المجرم معتدي عليها. شو بدي بهالسيرة كلك؟ بعيد الشر لا سمح الله يبعث لي حمى عليها. والله غليان قلبي، لازم يكون جنبها بس بخاف منه. أنا متأكد إنه هو بده إياكم كلياتكم تكونوا جنبها، ولو طلع بإيده يكون جنبها ما بيقصير، بس أبي طبعه بيمنعه. أي والله شيماء ما في منها وما بتنسى. هستخلك بدي أسألك سؤال. هلأ أبوك من حقه بهالعمر يعشق ويتمعشق، وملك وعربي يلي مقرية فعتحتهم من هن ولاد صغار، إذا حبوا بعض حرام وكفر؟ فظيعة أنت يا أم تيسير، ما بتضيعي فرصة لحتى تهزيلي بدني. شو جاب سيرة ملك وعربي للنص؟ لك وين روح بحالي أنا؟ وين روح؟ يا حرام يا نسير، شو بده يصير فيك مع الأيام؟ رح تموت بذنبك.
وقتها ما رح ينفع الندم. يا نادر يا نادر يا عمتي يا نادر يا نادر يا عمتي يا عمتي نار وشعل قلبي مدري بدي شو اعمل لك شيماء؟ اعطوني الدواء اعطوني الدواء وينو؟ ما بعرف سلوى انور انا عمتي ولا حدك انا صدق كل وجعي عمي جمال روح اسال عمك انور وين الدواء؟ يلا ليكو ليكو شحو ما بتعمل الا اللي براسها انت شو طلعها من البيمارستان؟ قصدي لو ضلت هنيك ما كانوا تركوها تتوجع شو يا ابن هذا هذا كله من عمايل عمتك كلك ما بدك تقصر رسالتك جمال ولا كلمه شو بدك؟ شو بدك مفيد؟ عمي والله انا عم احكي من قهري عليكم ليك عمي هذا الكلام ما عاد يفيد وهذا العي لازم نختصره نحن مصيبتنا كبيرة ومو ناقصنا وجع قلب فهمت؟ أنا بعرف إني تأخرت عليك بالدينات بس بدك ما تأخذني العين بصيرة واليد قصيرة لا متأخرت بس صار ماضي على الكمبيالات أكثر من 3 شهور لا تاكل هم أنا مو جاي طالبك مختار أنا جاي لأني عتوان عليك عم تتقل حالك علينا وما عم تزورنا لا يا أبو نزير العين ما بتعلى عن الحاجب ولا حشربك فنجان قهوة مشان تروق علينا قهوتك مو مشروبة لحتى تزورنا وش كان ما لقيتني بتلاقي ابني أبو تيسير بينوب عني أنا ما قصدت هداك اليوم إني سيء لأخي أبو تيسير صدقني الله وكيلك هو فات علينا بالحامي وحقك على راسي من فوق يا أبو نزير وصدقني أنا ما تجاهلت وجودك بس قصة خطف هالولاد عمت القلب تبعي السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وانت ليش شكيت بناجي؟ لاني مو انا اللي قلت له انه انقتل، هو لحاله سالني وقال لي عرفوا يلي قتلوه؟ انا ممكن اسالك نفس السؤال، لانه الكل عرف انه الولد التقى ميت، واول شيء بيخطر ببالنا انه مقتول، يعني لا غلط ولا زل بلسانه. بس انا مضطر الحق كلامك وجيبه وحقق معه. بركي طلع معك حق. لساته بالحاره؟ ما بعرف فاروق مرني سيدي تعرفوا لناجي؟ أنا اللي بعرفه تبع الدورية يجيبوه من الحارة وإذا ما كان موجود بتوصي الشباب أي حدا بيشوفه بيجيبه فورا أنت بتأمر وما بتجيبوه شحط بتجيبوه شوي شوي برواق شو عليه سيدي أمرك؟ سيدي أنت من الناس يلي مآمنين إنه ناجي متعامل مع الجن ويلي بيأذيه تنزل عليه اللعنة؟ مآمن ولا ماني مآمن؟ الزلمة ما عمل شيء لحتى جيبه شحط هيك الأصول يعني بتشحطوا له مع كفين ورفسة ونهارتين يعني أي شيء بعدين بيقر عن كل شيء بيعرفه واللي ما بيعرفه بتروح من خليتي ولا بخليهم يشحطوك ويدحوك رفسة وكفين ونعرة بركي بتقر إنك أسأل غليظ شفته بحياتي بتمون بتمون السلام عليكم هاي الأغراض سكر وشاي وتتون وفي هذا الصابون اللي وصيتني عليه كمان وصيتوني على شيء كمان لا يسلمون زيك في هذا الدواء وصيتني عليه دخيل ربك يا ناجي ما بتنسش وخاصة المصاري أنا ما بحب الدين بنوب هاتوا ناولوني
لا يا ناجي لشي ما تأثرنا معك. أخي أنتو وغيركم وغيراتكم وكل شي ساكن بهي البساتين، يا مجرم يا فراري يا مشليح، بقى هات ناولني. سيك ليش مستعجل؟ دي لح وزع باقي الأغراض قبل ما تليل. يلا السلام عليكم. الله يرزقك. الله يرزقك. والقايل ما أنا بعرف إنه فيها خربان بيوت، أكيد رح تشلحوا حدا. تعي. ملاك شو بك يا امي؟ برديت كاسة الشاي وما شربتيها؟ تصبحوا على خير. وانتي من اهله حبيبتي. مع زين مع زين. قوم امي روح نعمو بأوضتك. خلينا نعمو عندكم بالأوضة يا ماما. ايه شو عليه تقبرني؟ نعم عنا بالأوضة. لا مازين انت صرت شاب. شو بنا عم تيسير؟ مازين ما عاد صغير وما لا لازم ينومتو عنا بالغرفة. امي غسلت رجلي؟ لا. روح غسلهم، روح غسلهم وبترجع بتنام. يلا يلا ركض. شو بنا ابو تيسير؟ الولد خايف وميت من رعبته، ما في غير رفقاته عم يروحوا واحد ورا الثاني، خليه ينام عنا. وليش عم تحاكيني كاني انا اللي عم بخطف الاولاد؟ اعوذ بالله ابن عمي، انت كبير القدر. شو بك ام تيسير؟ شو صاير معك احكي لي؟ مخنوقه مخنوقه وضايق نفسي. من شو؟ عم اسالك من شو؟ شو من شو؟ ليش في شي ضابط بهالبيت؟ أبو تيسير بدي أحكي معك بشغلي. يعني ملك وعربي من أول ما ولدوا، وأبوك بيقول ملك العربي وعربي لملك، وأنا في شغلي علقاني هون بدي أقولها بس خايفة تزعل مني. قولي عم بسمعك. خلينا نحل مشكلة البنت قبل ما يوقع الفاس بالراس وناكل أصابعنا ندامة. ولك شايفة كيف صايرة جلدة على عظمي؟ لا عم تاكل ولا عم تشرب. راح أقوم شوف مازن. حاجتي ليش أنا شو عملت لهالمخلوقة؟ هل احترقت كرمال ابني؟ ما خفيت الحمام؟ لا والله يا أبو جمال لساتها مثل النار. شو مارق على القلبة لهالمسكينة؟ وشو صاير فيها لو وصلت لهون؟ ما كان لازم ترمي حالها بالنهار. لا لا يا أبو جمال، من طول عمرها سند إلنا ولولادنا وما بتستنانا لنطلب منها. لك وين الحكيم؟ وينه؟ ليش لهلا ما أجا؟ بعت رفيقي لطفي ليجيبه، ما بيطول إن شاء الله يجي بسرعة. نحن برا إيش كان بتكون شيء. ماشي هون أنا عمتي هون. يا قلبي أنت لساتها معه مو تاركت حبيبتي. بعد عني يا ابن الحرام، بعد عني. حتى لو صار هالشي مو هيك الرجال بيعمل؟ وبدال ما تقاتل تعبوس رجليها هاللي أخدوها ركض لعند أخوك وأنا ناطرتها هون لحتى تجيبه. فركوا رجليك تحتك يا أبو جمال، ما عاد حملوه. معناتها لو أنا رحت وعملت مثلها وجبته
كنت بتكون هلأ مطلقني لا تخلص من عاري، ما هيك؟ ما حدا لمسني يا جمال. الحمد لله. سمعته؟ سمعته؟ الحمد لله. يلا امشي يلا صاحبي. سلامة قلبي. سمعني صوتك يا عمتي. حبيبتي. مفيد؟ عم تسادق ولا بتكذب؟ هلا جاي وعم تناديني باسمي حاف عشان تسأليني إيش كانت عمتك سادقة ولا بتكذب؟ حقك على راسي تقبرني. ابن عمي؟ عمتي شيماء. هلا للأمانة عمتك شيماء سادقة. اللي بعده. طلقني. لأن عمتي ما حدا لمسها. إيه ألف شكر وحمد لك يا رب. الله فضل علينا كلنا. عم أقول لك طلقني. لك بلا هالحكي فاضي، روحي التهي بأمك وعمتك خلينا نوع على المصيبة اللي نحن فيها. يعني فكرك إذا حكيت هيك وفشلتني رح أنسى أنك هددتني بالطلاق؟ لك جميلة؟ أنت من إمك بيعلى صوتك علي؟ من وقت ما فقدت الأمان معك صرت تحاسبني على شيء ما دخلني فيه. لك أنا عملت هاللي عملته من خوفي على حالي وعلى حالكم. بلا هالشوضمة وهالعلاق أمي لنصلي ركعتين لرب العالمين شكر وحمد على المصيبة اللي نحن فيها. شو هالحكي الفاضي ها؟ جدي أنا جيت لعندك لأنه بدي صير مثلك، بدي أعرف شلون بيصير الواحد مثلك ما بيخاف الله وكل الناس بتخاف منه. ها جدي هيك زلمة ما بيحب غير حاله، هيك شلون بيصير الواحد ابن حرام مصفى وما بيهمه حدا. أنا بدي أكون مثلك، ما بدي أكون مثل أبي لأنه أبي اللي مثله بيتاكلوا بيتاكلوا طيبين ما لازم يعيشوا هدول، وأنا ما بدي أتاكل. أصحاب لك اللي بده يشرب السم الهاري بده يكون قده. أوت نام هون الليلة ولا تخلي حدا يشوفك وانت متكورت. شادي هون مو مرتاحي كي؟ استنيت هون يجيبوا لي نادر، تأخروا كتير والله حرام. ليش هيك عم يعملوا؟ ليش هيك عم يعذبوه ويعذبوني معه؟ بكرة رح يدفنوا.
صباح الخير جدي. اطلع على اوضتك ولا تخلي حدا يعرف انك كنت نايم هون. امرك يا كبير، امرك. وين كنت طول الليل؟ وبعدين معك؟ كل يوم بتجيني بنصاص الليالي سكران، وصلت معك لتنام برات البيت كمان. ولك إذا مانك خايف علي، لك مشان بناتك، ولك أهلك، ولك جدك إذا شافك بهذا المنظر شو بده يعمل فيك؟ إجا تقرير الحكيم؟ إجا وحطيته بالدرج. انت قريته؟ قريته. ما في شيء بفيد. الولد مات مخنوق بسبب الدخان. هذا كل شيء فيه. واهل الولد راحوا يستلموا الجثه. تفضل سيدي. لك حلوة الرياولة هي جديدة، ما مين جايب لك يا هي؟ عطتني اياها كمان ستي حياة. تركي، الله يرحم عيون ستك تركي. يو سيدي، بلا ما يفوت حدا بيشوفنا، خيرك بدون شينا شاكين فينا بلا ما يفضحونا. شوي شاكين فينا بدون يفضحونا؟ منين جايب هالحكي؟ من مازن سيدي. يوم اللي كنت بدك تقتله طلب مني اني اتشفع له. قلت له يا مازن انا بدي اتشفع لك، انا بدي مين يتشفع لي؟ عم قال لي لا، على سمع ستي الكبيرة عم تقول له انه كل شيء عم يعملوا فيهم بس كرمال يرضيني. مين قصدها؟ انت سيدي. والله بيني وبينك هالحكي يعني مزبوطة. انت شو رأيك؟ والله انا شايفتك انك قلبك على الكل وبتير بالك على الكل، وانا يعني بالجملة. بس وش كان سيدي، لا تخلينا نحسوا عليك لانه بيخاروا عليك كلياتهم. وبيني وبينك والله الحمى. طيب شلون بدي دير بالي عليكي وهني طول الوقت حوالينا؟ والله انت رجال وسيد الرجال، وبتعرف شلون وكيف وامتى اللي بدك يا سيدي. بدي واليوم عشية بعد ما يناموا. اي سيدي، عشية بعد ما يناموا شو بدك؟ لك والله مبيني يعني روحي يرحم عيون ستك روحي. في أمرك سيدي. لا عن جد لا، والله كثير هيك. يلا يلا مين؟ أنا نورية. تحي سوريا. نورية، الله لك عن جاب الغلا، الحين بطرقك. يلا
الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. ها لكم جاي ياخذوكي. انت اللي خبرتهم، انت اللي خبرتهم.